خلينا نروح يا احمد لمجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي تفقد النهارده الظهر الخطوات التنفيذيه ومعدلات العمل في المشاريع الانشائيه داخل فرع النادي بالشيخ زايد، وده طبعا عشان يطمن على سير العمل ومتابعه انجاز المشروعات اللي بيتم تنفيذها وفقا للخطه الانشائيه اللي وضعها المجلس، ده طبعا اكيد عشان يقدم افضل الخدمات اللي تليق باعضاء الجمعية العمومية. رافق الكابتن الخطيب خلال الزيارة خالد الدرندلي أمين الصندوق، المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي، والمهندس سامح علي كامل، والمستشار الهندسي واللواء محمود الفيشاوي مدير فرع الشيخ زايد. واستمع طبعا مجلس الإدارة لشرح مفصل من المهندس سامح علي كامل، استعرض خلاله كل المستجدات المخطط الانشائي بفرع الشيخ زايد، واللي بيضم طبعا مبنى للسكواش بسعه 8 ملاعب، وبيحتوي على مكاتب اداريه وصاله تنس طاوله كبيره بجانب غرف خلع الملابس. طبعا هنتكلم على يعني طفره انشائيه في مختلف الافرع الخاصه بالنادي الاهلي، والحقيقه يمكن كمان عندنا يعني بالاضافه ملعب سكواش، عندنا صاله كاراتيه، عدد كبير جدا من الحاجات اللي هتضاف الحقيقه البنيه التحتيه بشكل كبير جدا في النادي الأهلي في الفترة المقبلة.